تعول فنلندا والسويد على الولايات المتحدة للعب دور رئيسي في إقناع تركيا بعدم معارضة دخولهما إلى حلف شمال الأطلسي. وفي السياق يتصدر هذا الملف أجندة اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم مع الرئيس الفنلندي ورئيسة الوزراء السويدية. يؤيد بايدن طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو واصفا الأمر بالحدث التاريخي، وأشار الرئيس الأمريكي إلى اعتقاده بأن هذه المساعي ستكلل بالنجاح، على الرغم من اعتراض تركيا ومخاوفها التي قالت أنقرة إنها ذات طابع أمني. وتعمل إدارة بايدن على تذليل هذه المخاوف، حيث أكد مستشار الأمن القومي إجراء محادثات مع أنقرة بهذا الشأن. متأكدون من أنه في نهاية المطاف السويد وفنلندا ستتمان بشكل فعلي وفعال عملية الانضمام للناتو، إذ يمكن التعامل مع مصادر قلق تركيا. ستوكهولم وهلسنكي من جهتهما تعملان على حل ذلك مع أنقرة، ومن جانبنا تحدثنا مع الأتراك لتسهيل العملية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحث بدوره مع نظيره التركي مولود شاوش أوغلو هذه المخاوف، لكن الأخير تمسك بموقف بلاده من القضية. لطالما دعمت تركيا سياسة الباب المفتوح للناتو حتى قبل هذه الحرب، لكن في حالة فنلندا والسويد المرشحتين للانضمام فلدينا مخاوف مشروعة، خصوصا وأن هاتين الدولتين تدعمان جماعات إرهابية وتقيدان تصدير مواد دفاعية إلينا. يرى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو في هذه المرحلة سيعزز التعاون الدفاعي للحلف وسيصب في مصلحة التحالف ككل، لذلك تؤكد واشنطن ضرورة حسم الملف وتعهدت في المقابل ردع ومواجهة أي هجوم قد يتعرض له البلدان قبل إتمام إجراءات الانضمام إلى الناتو.